نعم سيدنا. أنا كلفتك بمراقبة عصابة المخادعون. المخادعات سيدنا. بطل شيني أنا عم بحكي. المخادعات. مزبوط سيدنا. وأنت عم تثبت جدارة بشغلك. ولو سيدنا هيدي وجباتنا. كرمال هيك رح سلم حدا تاني ملف المخادعات. وانت رح سلمك ملف تاني.
ليه سيدنا انه صدر مني شي غلط؟ لا بس في امر سري وطارئ. ميرا بارود بنت سفير منير بارود امبارح كانت عنا لأنها سرقت سيارة. دوك امبارح ما توقفت لأنه صاحب السيارة تنازل عن الدعوة. هي مش حرامية عادية، ميرا بارود عندها مرض اسمه السرقة، وبيا سفير طلب منا أن نراقبها عن كسب وبقرب. هو بحبها كتير وبده يساعدها بشتى الطرق. حبيب. نعم سيدنا. بدك تصير مثل خيالها، وإذا اضطر الأمر أنك تحبسها تنخلصها من مرضها ما تتردد. حاضر سيدنا. أنا شفت إنه أنت أحسن حدا لهالمهمة. بما إنه ميرا بارود بنت كتير ذكية، بقترح عليك إنك تشتغل بشكل متخفي. 100 مرة قلتلك ما تطول أنا. ما بدها هالقد، خلاص بجيب لك شي. بدك دواء؟ ايه ماما. شو عم بيقول؟ بده الماما. طنط جيبي له الماما وجيبي له الدواء. انا رح فيه. سلامتك. هيك عم يغير الديكور. لوين؟ Thank you.
هون في كلب. فرجيني. ايه الكلب يعني انت تسوناترا. الكلب يعني صديق يعني انت. طيب كامله. شوفي هون سمك. فرجيني. ايه سمك رزقه رزقه. يعني سمك الزرع؟ رزقه رزقه يعني مصاري كتير. حبوسه يا ماما انا بتعرف. حبوسه انا تعرف ماما. طيب وبعدين؟ ليكي شوفي هون مانجي زعدان. زعدان فرجيني. ايه والله زعدان. مين هالزعدان يا فرنجية؟ مين هالزعدان يا فرنجية؟ ما في غيرها سعدية. في غيرها سعدان؟ فرجيني وين في سعدان؟ سعدان من في سعدان؟ مين السعدان فرنجية؟ لا 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 ما قلتش سعدان. نو ماما هذا غزال. نو ماما غزال. غزال ماما. ايه سعدان ماما. لا 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 غزال ماما. اه ايه وشو عم تعملي هون؟ خلص اللوبيا ماما. امتين؟ هلا هلا ها للغدا هيدا ولا للعشاء؟ مين نجيب؟ رشيد. رشيد؟ مين رشيد؟ وين بدي اقعد؟ لا لا مش هالقد. جرسنا. تفضل مسيو رشيد. فيلم سينما. سينما؟ فيلم سينما طويل عريض من اهم الافلام العربية، اسمه حب من النظرة الأولى. وبدهم دور واحد بطولة أعمى. نظرة أولى وأعمى؟ مين هيدا اللي معه؟ وجهه مش غريب علي. إلفيس بريسلي. أنا عم تنكت هلا. دي كان سهران معه امبارح إلفيس بريسلي. آه. لك عافيك يا حبيب منك هين والله ما بتنسى شيء. إي ما بنسى. بلا بتزبط ما هون الحبكة، هون الكرياتيفيتي بالنص. شوفي. إن شاء الله يمشي الحال. الحمد لله أنا شانسي أنا أصلاً الحمد لله. الو صباح الخير. تمام بونجور كيف الصحه؟ طمنين عنك. لا الحمد لله تمام ماشي الحال. شو طمنينا كيف؟ الحمد لله. عم بسالك بس كرمال الفيلم العظيم الحب من النظره الاولى صح؟ دور البطوله دور رشيد مزبوط؟ لا 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 ما حدا حكاني وما حدا دق لي، بس انا عرفت بطريقه معينه يعني انه بدكم حدا لهيدا الدور صح؟ مزبوط. نجيب معك نجيب؟ اه ما بعرف اذا مذكره من شي 5 أشهر عملت دور، كان عندكم دور لواحد اسمه سمير بمشهد مر هيك بنص مطعم يمر. ما اخذتوني علي وقتها بس اذا تذكرتيني يمكن كنت لابس احمر. نسيتي. طبعا بسال بس ايمتى هو ال... الو الو الو. طيب اوكي يلا باي. اوكي بشكرك بشكرك للقاء. باي باي. اولك خيا؟ ما عندي اخوه وحيده. مين لكان؟ انه كانوا سهرانين سوا امبارح وفلوا بزيت السياره وهلا عم يتغدوا سوا، مين بده يكون يعني؟ ما في شيء وسكتيني. ماتر شو هالمطعم هي؟ في نقص بالمطعم؟ مش معقول هيك؟ شو هالعالم؟ ماتر ما تعطل هنبلش. انت بلش في جل مع اساس اعمى. كيف عرفت؟ شميتها. شم ما بتقوى حس الشم لما يكون. طيب مسيو رشيد شو بتحب تشرب؟ ابن خالتها. ابن خالتها خطيبة حبيبة شو بعرفني جوزها.
ليك 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 ظهره. تفضلي جزداني. لقطوه؟ لقطني. لقطوه الحرامي؟ لقطني. خليني انطلف للدرك. لا لا ما لقطني. ما هلا قلت لي لقطوه؟ لقطني بس رجع هرب. كيف بتخلي الحرامي يهرب من بين ايدي يكون؟ لا نحن ما خليناه. هلا اعملي معروف ميرا، شوفي في شيء ناقص جزداني. ميرا؟ كيف عرفت اسمي؟ امبارح مش كنتي سهراني بنايت كلوب انت؟ مش ضيعتي شال وانا جيت اعطيتك اياه؟ تذكري؟ انا عفوا بس حضرتك بوليس؟ انا لا ماني بوليس. انا ميرا شو فيها عم تعطيني الاغراض كلهم؟ بس ليه عم تسأل اذا انا بوليس؟ لا بس ما كان معك حدا؟ مش الحال، ما في شي ناقص بالساك. ميرسي. كتير منيح. صار فينا نمشي. لحظة. مش الحال. وديته مع مع مع, مع مازن. مين مازن؟ ال ال الغرض. الغرض الغرض وديته مع مازن. أعطيته إياه. هلا هو بيوصله على مازن. رفيقي. مين أنت؟ رشيد. نجيب. رشيد. اسمي نجيب، أنا نجيب. تشرفنا. أنا. هاي ميرا. هاي. ميرا؟ كيف عرفتي اسمي؟ امبارح ما كنتي سهراني بنايت كلوب وقت ضيعتي الشال ورديت لك إياه أنا. أنا كانت معي. طيب. يلا نجيب، نزل الأغراض هون، خلينا نمشي. لحظة. شو؟ شو رأيك نشرب شيء؟ سوا. لك شو بك حبيب؟ نسيت انه عنا ال اللي شو ال مزبوط عنا. هلا نحن بدنا نروح على شو اسمه هلا عنا عندكم ال سوا. نحن هلا انتوا عندكم شيء كمان؟ عنا ال خلينا نمشي نجي. نحن كمان عنا ال يلا انتوا سوا؟ ايه سوا. نحن كمان سوا. شو مستعجلة انت؟ بتضلك شوفي وراكي.
اكيد بدي اكون مستعجله، اولا لانه شفتك عم تطلع بالبنت وصاحبها حدا، وبعرف انه ما عندك امل، ما بدي اياك تتاذى. والله شايفتيني وانا لابس عوينات شقوية. ايه ميا زكزك انت ما شلتها، يعني معناتها انك متوتر ومستحي. وثانيا عما جاي لعنا على العشاء، بدي اروح زبط حالي. لك شو بك زلمه، ناوي تفضحنا؟ انا افضحنا ولا انت؟ غرض ومازن؟ والله شو؟ وانت شو كنت بدك تروح تشرب معه ما بعرف شو؟ نحن جايين نشتغل هلا شو؟ ولا شو؟ حبيب البنت مش بس حرامية ومصاحبة كمان، شيلها من راسك وخلينا نعرف نشتغل. عشرة دولار رسمالة أكثر من هيك خربتنا بيتنا. نجيب وصلنا. عم تقشع؟ نجيب وصلنا. انغرمت بهالسرعة؟ زحيلي لوين؟ عندي اجتماع مهم. مع مين؟ مع نفسي. بدك شي خي حبيب؟ سلامتك. سبعين عمي موسى ليه قاعد هون؟ ماني نعسان. عمي موسى نعسان وبده ينام. تفضل عمي موسى. طالنا بجنيح الفور.
افتح تمك المسكين، افتح برني هيك كيفك ضعيف ضعيف يا امي وناقصك غذاء. كلها كلامي يلا ليك 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 ولا خلصني اعطي باس ولا افتح بتعملي كل شيء هلا؟ هي طيب افتح من ايدي يلا ولا يلا شو يلا يا قلبي يلا ولا لقدام ولا لقدام حاخوض انا هناك خلص حبيب قوم يا عزيز عزيز شو بكي؟ قوم شوف الصبي شو بازق لين شو بالصبي رح؟ قوم تقلك ما بينك هاد بشوط شوط قوم تشوف الصبي شو بازق لين شو بالصبي رح شو بفيد التلفزي قام عم يحضر الماتش دوري طيب شو بكي؟ حبيب تقبرني ماما افتح لنا شوي بدي اقول لك شيء ايه حبيب ماما بدنا نقول لك شيء ليك امي انا عارفه انك متضايق شو صاير معك؟ بلكي بنقدر نساعدك افتح لنا حبيب بلكي بنقدر نساعدك لك يا حبيبي خلص انت بس احكي شيء بتعيد وراي إيه انا عم بعيد وراكي؟ ايه انت عم بعيد شو قصتك؟ لك شي كلمة الصبي يفتح لنا الباب ايه بقول له كلمة اسكت انت يا حبيبي افتح لنا الباب بدنا نقول لك شيء حبيب تقبرني شو صاير معك؟ ليه متضايق؟ متخانق مع حدا بالشغل؟ ليك حبيب اذا بدك مصاري عاوز مصاري قل لي ما تخجل مني قد ما بدك بعطيك لا بي ما مصاري فاذا متخانق انت وانا اكيد متضايق منا انا من اول ما شفت هالبنت قلبي ما اطمن لها كنت عارفه انها بدها تزعلك شفت يا عزيز؟ شو؟ ما قلت لك هالبنت قلبي مو مطمن لها؟ ايه مزبوط قلبي مش مطمن لها هالبنت ليك يا امي ما تزعل هي الخسرانة وين رح تلاقي شاب مثلك بهالشبوبية وبهالجمال وبهالطول خليها ايه مزبوط وين بتلاقي شاب مثلك طول وعرض شو بياكل العرض ولا انت البنات كلها بياكلوا حالهم كرمالك شباك بعد ما قصة وحدة اسمها حنة نحن ناقص ايه؟ ليك حبيبي بكره بيصير لك احلى بنت عيلة طبعا تعرف قيمتك روح نام انت روح نام وما تاكل هم شيء بكره بتقوم الصبح مع احلاك سألني الي بعد ناقصنا وحدة بتكتر لك عصابك أهلين عماد كيفك؟ منيح وأنت؟ ماشي الحال أستاذ عماد حضرة السفير ناطرك بونسوار بونسوار تفضل الله عليك يا نجيب وهو ماشي الحال وفاتح ابواب السينما لك ان شاء الله يا رب الو الو بونجور كيفك تمام يعطيك العافيه بونسوار معك حق ما نحن الفنانين قد ما بنشتغل بنطل نعرف الليل من النهار كنت عم اقول ما ايه بعرف كنت اتصلت اليوم الصبح ردت علي بنت كنت عم بحكيها كرمال الموضوع انا ما بعرف اذا مذكريني بشركة الانتاج عملت دور معكم من فترة مرور اذا مذكر هيك شاب شوي طويل لذيذ بيمرق مرور ما تذكرتني على كل حال اليوم دقيت لها كرمال هيدا الفيلم السينما اللي قلكن هيدا الجديد فيلم رائع صراحة عن هيدا الدور الاعمى بطولة وانا عم بتمرن على الدور يعني لا الحمد لله يعني بلشت هيك اذا بدك فت بالدور وخاصه هلا لانه خلصوا افلام السينما كلهم عندي فانا مرتاح على وضعي ما عندي شيء غير مركز على هيدا لقيتوا حدا
حدا يمثل الدور. طيب ما في مشكل اصلا، ما شو بيقولوا، بواب الانتاج كلها مفتوحه لإلي، يعني ما بيأثر اذا هيدا ما مشي الحال مشتغل مره ثانيه باذن الله حبيبي. يلا اوكي باي. رانيا كتير بتحب الباستا. لا مرسي انا شبعت. ولو من هالنتفه شبعتي ولا خفاني تنصحي؟ لا ماني خايفه انصح. بتتذكري لما كنا بالمدرسه سوا كنا نتسلى كتير؟ كنت انت تتسلى. تتذكري لما ضيع الشيء؟ شوكولا؟ أخذتي لي شوكولا تبعي. أنا؟ إيه أنت؟ لا مش أنا. أنت سرقتي لي شوكولا. قلت لي مش أنا. رانيا بك شيء؟ لا أنا كنت جرب أخذ الشوكولا تبعك لحتى تعملي دايت. بعدين لو ما كنت أخذت شوكولا تبعيك كنت ما ضعفتي وكنت بعدك. عن جد كنتي؟ بعتذر حضرة السفير، نحن صار لازم نمشي. لوين؟ بعد ما شربنا قهوة. بكرة عنا شغل كتير ولازم نكون بكير بالسفارة. مش كتير بكير، ما تنسى انه عنا صف يوغا. ايه ذكرتيني باليوغا. ايا يوغا؟ رانيا عزمتني معها بكرة على صف اليوغا، قال بيروح ستريس وبيعطيكي نشاط. برافو برافو. بابي شو رأيك انا كمان روح مع عماد واعمل يوغا؟ لشو؟ انت ما بتفيدك اليوغا يعني، ما عندك ضغط شغل. مش ممكن تفيدني؟ ليش لا؟ بتروحي معنا؟ اوكي عماد، اي ساعة رح تقطع تاخذني بكرة؟ سبعة الصبح. Thank you.
من بعد ما أخذنا وضعية الجلوس الصحيحة رح نبلش بالاسترخاء قبل التمارين. نتنفس بعمق منقرب ايدينا على بعضهم على شكر القلب ومنركز على الطاقة اللي جواتنا. كلنا مغمضين عيوننا بليز، كلنا مغمضين عيوننا وعم نركز على الطاقة اللي جواتنا. نتنفس ومنحس بالطاقة اللي جواتنا. يا بلا أدب يا بلا مربى. سوري سوري مدام، ما بقصدي عن جد. لحظة ولا مش انا، هي انت. تعال هون يا حرامي، تعال هون. إذا بتحب أنا بعرفك على حكيم كتير شاطر. حكيم؟ إيه، إنه حكيم نفساني لحتى تعالج مشكلتك. حبيب ما تستحي مني، كلنا عنا مشاكل نفسية وكلنا قادرين نعالجها، يعني روح حكيم نفساني وهو بيساعدنا. إنه إذا مشكلتك إنك بتحب النسوان الخطيرة، عادي كتير عادي. في ناس كتير بتكذب وبلا سبب، وفي ناس بتخاف من شو ما كان ومن ما كان، وحتى الحكيم النفساني عنده مشكلة مع حاله. وفي ناس كمان بتحب تسرق. كل مشكلة وإلها علاجها، وأنا أكيدة إنه مشكلتك بالصح منا. بس هيك عندي سؤال صغير. شو؟ صاحبتك بتعرف؟ صاحبتي؟ مين صاحبتي؟ لك ايه، صاحبتك هي البنت اللي كانت معنا وقتها سرقوا لي جزدان هديك المرة. حبيب لازم تخبرها. لك هيدي مش صاحبتي. هاي مين لك؟ هاي مين هي؟ نحنا شركة. شركة بشو؟ بالشغل. وشو بتشتغلوا؟ بشتغل ميك اب. حلو، ميك اب. يعني انت كوافير؟ ما حلو. وين الصالون؟ الصالون؟ ما في صالون، عم اشتغل بالبيت. ايه بس اذا بتشوفي البيت ما بتفرقي على الصالون، هو ذاته. والله؟ كثير حلو.
ملون وفي مرايات كله مرايات مستوف ستف مرايات. يلا كتير منيح، خدني لحتى نجربه، هيك بزبط شعراتي وبعمل ميك اب لحتى اشوفه العماد، لازم تقله عشي بدي اشوفه. لا مروح غير مرة، مين عماد؟ لا قولوا بليز، ضروري، هلا. على الموعد نحن ما فينا نروح، بدنا نكون اخدين موعد قبل، ما فينا نروح بلا موعد. مين عماد؟ أنا بدي موعد، حبيب، ما في واسطة. مين عماد؟ خلص لك رح انزل هون بسوي شعرك. لوين رايحة؟ ليه؟ شو خصك؟ لا أنا قصدي شيء مش إنه خصني بتدخل فيك يعني بس. خلص نروح على الصالون، أنا ما بدي زق، معقول يكسر بخاطري؟ خلص بروح. طيب. أوكي. حبيب، أنت دايما بتجي على اليوغا؟ يوغا؟ من زمان أنا بهتم باليوغا، أكثر شغلة بحب أعملها اليوغا. مين عماد؟ مشوها حرامي سرقت لي عيني وسلمت روحي بيدي سلمت روحي بيدي أنا مني حرامي هو قسي علي فكرت ومش حاسس فيه والهيئة مش حاسس فيه ما بقت اللي أعشقها يا قلبي اوعى تصدقها